نجمو نشوفوا عادل سليمي نهار مدرب نادي الافريقي. انا قلت الكلوب ما عادش فيل، تدريب الكلوب ما عادش فيل. اللي يجي اليوم يدرب الكلوب. لا ما عادش فيل تو سيك اهو فيت. ما عادش فيل. شكون شو انا يعني؟ انا ما نحبش ان نقولوا خاطر ولد الكلوب يزم يراني الكلوب. وقتها ديجا هو ما يرانيش الكلوب بطبيعته. هاني نقول لك تو كي يرجعوا الكلوبستيه صحاح يشدوا الجمعيه تو الكلوبستيه اللي قادرين انهم يدربوا في النادي الافريقي تو يعرفوا مش انا ما نتكلمش عليه انا مانيش محتاج. اما برشا عباد كانوا ينجموا يرانيوا النادي الافريقي ولاد النادي الافريقي ما ياخذوش فرصه كبيره ما ياخذوش فرصه في وضعيه جيده. اما مش فيل. خدمت كمدرب مساعد انت مع سيمراد دي. كمدرب او ما جاوبتنيش. خرجت مطرد. كيف ممكن انت صغير ممكن ولا هي يمكن هي. اي خرجت معناها في مشاكل كبير مع مع المسؤولين. كيفية تجي تحكي لنا؟ قديمه تعديت الحكايه ايش علينا فيها؟ ما قلت مهم مهم, مهم بعد الجمهور الكلوب يعرف شنو صاير مع وقتها مع سيمراد مع سيمراد انا مدرب مساعد وقتها كانت عندي امكانيه اني نتحول الامارات ما كانش فما امكانيه وقتها فماش اونترونور خديت انا عملت البريباراسيون كلها سي شريف الله يرحمه كان موجود. ومن بعد جا مدرب فرنسي قبل قعدت معاه جوا من بعد جا سيمراد من بعد ابارامون في صارت هكا مشاكل داخليه في الكلوب ابارامون الكلوبستيه قلقتهم انا حبوا يعملوا لي هكا جو في المنزل معناها اول مره نشوف ماتش ويكلو في المنزل ضد المرسى المساعد المدرب اللي ولد الكلوب يتسب. ما عرفتلك شكون؟ يا اخي حبوا ينحيوني وقتها تنحيت ومن بعد ما نجموش ينحيوني ما نجموش خاطر وقتها اللي علاش تحكي في المهموت لا لا وقتها سي شريف مريض وقتها سي منير وقتها موجود منير البلد موجود تعديت الحكايه وطلبوا سماح علاش؟ ما نعرفش خاطر ممكن خاطر صارت حاجات في داخليه في الكلوب انا كنت نتكلم برشا ممكن يكون كلامي كان قاسي عليهم برشا خاطر نغزو الكلوب كبيره لازم تكون كبيره كي نلقى حاجة عوج مانيش مستانس بها ومانيش متعود عليها في النادي الافريقي نقول نتكلم انا نتكلم. ونعرفهم خاطر نعرف تاريخهم نعرفهم هما شكون ونعرفهم حجمهم شكون ما نجموش يكبروا يا على الكلوب ولا علي انا. يا اخي تغشوا ابارامون عملوا لي حكاية نتاع شنو هما الحاجات تكلمت عليهم؟ حكاية في الديسيبلين حكاية في الانضباط حكاية في الامكانيات اللي وقتها الموجودة في الاختيارات كيف في التمشي العام في النادي الافريقي ما لازم خاطر الكلوب تربينا على اسس كبيره تربينا على مبادئ كبيره انا هكا تربيت كان يحبوا حد يخرج يجيبوه قلقتك طريقه الخروج هذه؟ لا ما قلقتنيش طريقه الخروج خاطر انا خرجت من بعد معناها انا خرجت من بعد وحدي معناها هما كي تراجعوا على الاقاله خاطر ما نجموش خاطر انا كلمت الكلوبستيه صحاح والكلوبستيه صحاح قالوا مستحيل خاطر الوقت اللي كانوا موجودين ما كانوش صحاح وهذا اللي خليني ما ندخلش الكلوب راه كلامي نقول فيه توا هذاك علاش ما ندخلش الكلوب خاطر ما نتكلم تو